ايه ايه صلى على النبي فين اهو. صلى على النبي يا جدعان، المسوس يا جدعان اهو. مزوج يا محمد صلاح. مزوج صورنا انا صلاه النبي يا رجاله، ولا تقول لي برك ولا بتاع. المسوس اهو، المسوس اهو. اللهم صل على النبي. في حتتين تاني برضه ايه زيه، بس ايه ما عرفتش اصور لكم حاجه. يلا ألف صلاة على النبي. بص ده بقى إيه بالك، ده مش خسارة فيه اللي أنت إيه تبتاع له إيه. صلاة النبي يا رجالة. صلاة النبي يا رجالة أهو، خش عليه. صغير ده برضه، مش اللي بالكوا فيه برضه، صغير برضه بس احجام حلوه برضه. بالا اسماعيلاوي ان اخويا محمد صلاح. صلاه النبي السمك بيبلع، بيمسك الاسماعيلاوي ما بيسيبوش. صلاه النبي يا رجالة. سيبوا على الأرض، سيبوا على الأرض، سيبوا على الأرض. الملكات يا رجالة، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صلي على النبي. الملكات جايب طعمك منين يا معلم؟ اللهم صل على النبي. الطعمية المرزقة عند اخويا محمد صلاح، اخويا وحبيبي وحسين زميلي ومحمد. اللهم صل على النبي. حاجات اللي هي كيلو الا ربع يا رجاله. انتظروا ما هو جديد. اسمع اللاوي، اسمع اللاوي. اطلع اطلع، ما تبقى غلطان لو مشيت. دوت دوت ده حفي ايه؟ احمد ايه؟ تبقى غلطان لو مشيت. طب اعمل ايه؟ طيب عليك من بقى. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اضرب لك انا بالكشاف؟ ايه؟ اضرب لك بالكشاف اللي معايا اللي في جيبي؟ على ايه؟ طابور يعني؟ انت ومزاجك. مش فارقة معايا. تبقى غلطان لو مشيت. هات لك شويه كارات فوق. قول بقى. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي وسلم وبارك. طعمية المرزقة من عند اخونا محمد صلاح. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا كنت بصور صاحبي النهارده احمد، السمك اللي هو طلعه الدنيس والقروسه والشرقشين الكبار، وطبعا كان صعب ان احنا اصور نفسي واصوره. فده دي حصيله النهارده، وهو ربنا كرمه باللي انت شفته في الفيديو دوت. حصيله بتاعته ربنا يبارك له فيهم يا رب ويوسع رزقه. كان يوم حلو. المكان في سيدي جابر، الناس كلها عارفاه طبعا في سيدي جابر،
رصاصة 66 جرام، يعني 6. القرمة تحت الرصاصة طول متر، متر وربع، ومتر ونص برضو ما يزعلكش. وبترمي وبتبوش، والسلاح سلاح 6 كان شغال، وسلاح 3، وهو كان شغال بالجريات وانا كنت شغال بالاسماعيلاوي وضد النار. ربنا كرمنا انا بالاسماعيلاوي وضد النار بالشوية اللي انتوا شايفينهم دولت، الحمد لله بسم الله ما شاء الله. وهو ربنا كرمه بالجريات زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده. بس الجريات محتاجة السلاح يكون بكرش، سلاح يعني سلاح 5 أو 6 بكرش، وممكن 4 كمان برضو بكرش. تقسم الجرية نصين وبتشتغل، وربنا رضاها النهاردة زي ما انت شفته. ويا مساء الحال، لو في جديد ان شاء الله هنصوره لكم. كان يوم حلو النهاردة، النهاردة السبت، النهاردة السبت 5/6 2021، وربنا يرزق الجميع ويسهل لهم الحياة يا رب. ودي الحصيلة. السلام عليكم ورحمة الله.